النتائج اللي تنجم تكون العنف خاصة النفسي والعاطفي اللي صار لك واللي انت tu l'as encaissé ou tu ne l'as pas liquidé ou لميت الغبرة وخبيتها تحت الزربية ومشي بالك ما صار حتى شيء انك انت تطيح في سيركل فيسيو بتاع لوتو ديستركسيون. يعني انت تولي تحطم روحك بروحك من غير ما تستحق حتى حد من الاكستيريور باش يحطمك. الكلام الخايب والجارح والتفشيل اللي سمعته انت صغير تولي وحدك تقوله لروحك في اول فرصة بعد نهار تاع خدمة وتعب وقلق والعنف يكون عنف صار لك. تروح للدار تحلك الفرجدير وتبدأ تاكل على بعض وهذا نجم يتعاود كل يوم يولي لك عادة خايبة على الاخر تهلك لك صحتك صحتك الجسدية وصحتك النفسية. كيف انت تحب تعمل انشطة اما ديما فادت وديما قلق وديما ما عندكش انرجي وديما ما عندكش انفي تجي تشوف تلقى روحك تعدي بالسوايع وانت قاعد على لي ريزو سوسيو تتفرج في حاجات ما عندها حتى قيمة بعبي تقول في حاجات تافة على الاخر وقيل وقال وكل يوم تقول ما عاش نعمل هكايا وما عاش حط تفرج في حاجات فارغة وتلقى روحك تعاود ترجع تتفرج. ولذا اغزر في حياتك وشوف فين العنف اللي تعرضت له وانت كيفاش تصرفت معاه وإلا كيفاش رجعت عليه.